رحل صائما في يوم من أيام رمضان بارا بوالديه كما شهد له بذلك كل من يعرفه. أعلن العثور على المغفور له بإذن الله تعالى سعود المسلم شهيدا لما اكتنفت وفاته من صفات تستحق الشهادة بحول الله ورحمته. المغفور له بإذن الله سعود المسلم وكأنما كتب الله له ميتة تزفها دعوات المسلمين ليس في الكويت فحسب بل في المنطقة بأكملها، حيث تفاعل مع حادثة غيابه كل أهل الخليج بين دعاء وفزعة للبحث عنه. رسائل والدته المكلومة رابطة الجأش بإيمانها العميق الأم الفاضلة هناء الأيوب كانت مبعث جلد الباحثين عن نجلها، تردد من سورة يوسف قوله تعالى على لسان نبيه يعقوب: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم، كانت مثال الأم الصابرة على فقد ابنها البار والذي شهد له الجميع بالصلاح. وها هو الوالد المربي الفاضل فيصل المسلم يشد من أزر الباحثين متجاوزا ألمه وحزنه، وهو يوجه لهم كلمات الشكر مؤكدا أنه لم يشعر بهم إلا إخوة لسعود. كلماتي تعجز عن الشكر، ما أقدر أوفيكم حقكم، حسستوني أن كلكم إخوان سعود، تحملت المخاطر وأنتم صيام في هذا الوقت، لكم مني الدعاء ومن الله الجزاء. رحم الله سعود واحتسبه شهيدا، حوله اجتمعت قلوب أهل الكويت وتداعت له السواعد من الخليج بحثا، وارتفعت الأكف تضرعا ودعاء حتى صار رحمه الله فقيد كل بيت. لم يكن يعرفه الكثير فما هو من المشاهير، ولكن كم من مجهول في الأرض لكنه مشهور في السماء. أبت قدرة الله إلا أن تجزيهم الإحسان إحسانا، يشيعهم المؤمنون حبا ويملؤون الأرض شهرة بالصلاح والتقوى. رحم الله الشهيد الصائم البار سعود المسلم وأحسن عزاء والديه وأهله بجميل الصبر وحسن الاحتساب وعظيم الأجر.